مبروك. ايه اخبار الشيخ عمرو العدوي؟ فلوسه خلصت ولا لسه؟ خلصت من مده ورجع تاني يقرا في القرافه، ولادي بالذات معهوش حق العشاء. كويس اوي، عشان كده انا عايزه الليله. بتفكر فيه يا مولاي؟ اللي بفكر فيه ده لو تم هيبقى الشيخ عمرو ده خبطه معتبره. ازاي يا مولاي؟ مش مهم تعرف دلوقتي، المهم تجيبوا لي حالا. عمرو ده طرف الخيط. اصبر عليا بركات يا ابن موسى، ان وريتك النجوم في عز الدهار. انت مين؟ انت عمرو؟ ايوه انا. انت مين؟ رسول من زكريا ابن راضي. ها؟ شش. ومعايا. عايزني ليه؟ لما تقابله هتعرف كل حاجه. يلا. حاضر. يلا. حاضر. انا ما عملتش حاجه، والله العظيم ما عملت حاجه. انت خايف ليه؟ ما تخافش. انا شوف يا شيخ عمرو، انا ليا عندك طلب مهم. ايه هو يا مولاي؟ الاخلاص لك. استغفر الله، وانا ايش اكون؟ للسلطان؟ ولا للسلطان. امال لمين؟ لبلدك. وهو في شك يا مولاي زكريا بن راضي في اخلاص البلدي؟ حاشا لله. امال ايه؟ شوف يا عمرو، انت ولد كويس، علشان كده انا هكلمك بصراحه، هكلمك في شغلنا. احنا كناس بتوع امن لازم تكون عينينا مفتحه، نعرف مين اللي بيكدروا صفو الامن، مين اللي بيهيجوا الناس على بعض. ارواح الناس دي مسؤوليه، امانه. هنقول ايه لربنا لو سالنا عنها يوم القيامه؟ كل ده كويس، انما علاجت انا بيه ايه؟ وده سؤال برضو يا راجل، ده انت في قلب المعمعه. ازاي؟ هو الازهر ده مش فيه الوف الطلبه؟ عقول البلد؟ عقول البلاد الاسلاميه كلها اللي بعت ابنائها يدرسوا فيه؟ عايزك تفكر معايا بقى كده، لو حد قدر يدخل الأزهر ده ويأثر في الطلبة بتوعه أو في مشايخه، إيه اللي ممكن يحصل؟ وهو مين ده اللي يقدر يأثر في الأزهر؟ أوه. ولاد الحرام ياما. صحيح إن الأزهر شامخ ومتين، لكن برضه الحرص واجد، خصوصا ان جات لنا اخبار ان في بين الطلبه مهيجين بيحرضوا الناس ضد المماليك وضد السلطان وضد المسؤولين. ها؟ معقول؟ عندك مثلا الولد ده الصعيد اللي جاي من جهينة ده، اسمه الشيخ سعيد. سعيد الجهيني؟ ايوه بالظبط، هو ده. ماله ده؟ الولد ده في منتهى الخطوره، عندنا اخبار انه مسبب مشاكل في الازهر وانه بيهيج الناس في الشوارع ضد المماليك، لو ما انتبهنالوش ممكن يعمل مصايب. انا مش قادر اصدق. على العموم المساله بسيطه، انت كل المطلوب منك دلوقتي انك تبتدي تبص له بعين صحيه وشوف هتوصل لايه. ها؟ بس ده صاحبي، ابص على صاحبي؟ وعلى ابوك نفسه لو فيها مصلحه البلد. ايوه بس. بس ايه يا عم؟ انت مش لسه دلوقتي قايل انك بتحب بلدك؟ ايوه بحبها، بس برضو ما بسش. وبعدين بقى؟ وبعدين تبين هتزعلني منك. خد دول 30 درهم، عايزك تشتري لك توب جديد وتغير العمة المبهدلة دي وتشوف نفسك يا اخي. و لو صاحبك ده عمل حاجة كده ولا كده، كل المطلوب انك تبلغني. بس خلاص. مبروك مولاي. وصل الشيخ عمرو.
بقى على اخر الزمن تبيع نفسك يا عمر؟ والمين؟ لزكريا ابن راضي؟ واول ما تبص تبص على مين؟ على صاحبك؟ اقرب الناس ليك؟ لا مش معقول، مش انت اللي تبيع نفسك عشان 30 درهم حتى لو كنت محتاج. ما تفوق يا عم عمر، فوق. ما انت بايع نفسك من زمان. لا انا ما بعتش، انا اشتغلت وعركت عشان اعيش. اعيش اشتغلت ايه؟ في الجرافة؟ في الجبانة؟ تجرب حبة بلح وجرستين؟ ولا تجرب في البيوت وده يفتح لك بابه وده يكفله في وشك؟ ما تضحكش على نفسك، انت بايع من زمان، بايع كرامتك من يوم ما اتولدت. لا لا ما حصلش، ما حصلش. عمرو مالك يا عمرو؟ انت ورايا ورايا يا اخي، بتبعد عني، سيبني في حالي، سيبني بقى. أرجو مولاي إن السجن يكون عاجبك. أنا نفذت أمرك بالحرف الواحد، نظافة وهدوء وعدم تعذيب. أهم ميزة فيك يا مرسي هي الطاعة. إحنا بنتعلم منك مولاي. أمال فين زنزاني تعلمني أبو الجود؟ الأخرانية على الشمال دي مولاي. عايز أشوفه وصل لحد فين. يستوي. خلي حد يجيب لي علي اوضه الانتظار. امرك مولاي. خروج ممنوع ست زينب. ابعد من وشي. وسع. اسمع الكلام ست زينب. اسمع انت الكلام وابعد عن سكتي. وادخل اوضتك ست زينب. مش هدخل يا اغا. سيبها يا اغا، سيبها. عايزه تروحي فين يا زينب؟ همشي، هرجع لأهلي، وبعدين هشتكيه، هروح للقاضي وقول له عاوزة اتطلق، مش عاوزة أعيش مع الشهاب، مش عاوزة. حالتك زادت يا زينب. اسمي ست زينب. واضح إنك ناوية على الشر يا زينب. أيوة ناوية. لا ده أنت عقلك طق. فوتي قدامي. إيه حصلت؟ بقولك فوتي. طب مش هفوت كده. سكات الشهاب عليكي خلى حالتك زادت. سكاته عليا، سكاتي انا عليه كذب. الحاله اللي كانت عند الشهاب انت اللي كنتي سبب فيها. البنت الصغيره كشفت كل حاجه، بينت ان ما فيهوش جنس عيب. لما لعب فيا ما بيطلقنيش ليه؟ اللي يدخل البيت ده ما يخرجش منه حي. الشهاب مش عايز يمد ايده على الست اللي قسمته فرشته في يوم من الايام. لا بقى، قولي ان هو اللي خايف من الفضيحه. الكلام زاد عن حده. يزيد الشهاب لما يفضى هيحط حد لكل اللي بيحصل ده. الصوت، الصوت الغريب ده ايه؟ أنا فين؟ أنا مش فاهم حاجة أبداً، مش فاهم حاجة أبداً. أكيد هما جايبيني عشان يعذبوني. طبعاً
مش معقول في سجن من غير تعذيب. طيب هيعذبوني ازاي؟ هيعذبوني ازاي؟ انا عمري ما شفت سجن بالبشاعة دي. هيدخلوا من أنهي باب؟ هيكلموا يقولوا ايه؟ هيبقوا نضاف زي الباقيين؟ نضاف زي السجانين اللي ماسكين كرابيك؟ كرابيك؟ الكرابيك اهون عليا من اللي انا فيه ده، الكرابيك اهون عليا من اللي انا فيه ده. مواجهة العذاب أحسن بكتير، أحسن بكتير من انتظار. تعمل إيه عندك؟ أنا خايف عليه لا يتجنن قبل ما نوصل لأي معلومات عن الفلوس اللي مخبيها. ما تخافش، على فكرة أنا عرفت إنه بيخاف موت من الفيران. عايزة كنت تدخلوا له العشاء تدخله مصيدة فاضية وتخلي السلك على الحرف عشان أي حركة المصيدة تضرب. مولاي ده كتير قوي. بعد ما تحط المصيدة عايز أي حد يبقى يخروش في الخشب زي الفار. أنت عايز تعمل فيه إيه بالظبط مولاي؟ عايز اعرف مكان الفلوس. لسه برضه ما جابش تقارير عن تعذيب علي ابن ابو جود. التقرير اللي جاي مش هيرضيك يا مولاي. ليه؟ بيقولوا انه صعب جدا رصد اي شيء داخل بيت زيني بركات. مفيش اي بيت قدامه ممكن نبص منه عليه، مفيش شجره عاليه جنبه ممكن تكشفه، ده بالاضافه ان اسواره عاليه جدا وبابه مقفول على طول. مين السقه اللي بيودي له الميه؟ محدش. امال بيشرب ازاي؟ اكيد في بير داخل البيت. عدم قدرتنا على معرفه اي شيء عن الراجل ده بياكد لي انكم بصاصين فاشلين وان معيش رجاله. مولاي اتفضل دلوقتي، سيبني لوحدي. امرك يا مولاي. مكتوب مكتوب، كل مكتوب مفيش منه هروب. انت بتطلعي منين؟ ما تسالنيش يا زكريا، انت تسمع مني بس. اسمع ايه؟ بيتك. ماله؟ في تعبان. تعبان؟ لا استنى، انت مش تعبان. امال ايه؟ حية. حية؟ انا شايفاها قدامي اهو، ناعمة زي رخام، لينة زي غصن البان، لكنها ازرق. انت بتتكلمي بالالغاز ليه؟ ما توضح اللي بتقوليه. اللي عايزاه قلته. انت ما قلتيش حاجة. خلي بالك من الحية يا زكريا، خلي بالك من الحية، خلي بالك من الحية يا زكريا، خلي بالك. استني. من الحية. استني استني يا مولاي. ما بناديش.
في ايه؟ هعرف حالا يا مولاي شهاب. مولاي الست زينب يا مولاي. مالها؟ هربت. روك مولاي تعلموا الدنيا وتجيبوها لي. اطمن يا مولاي الليله دي هتكون بناديك. طيب يا زينب لما اشوف اخرتها معاك. امتى؟ ازاي خرجت وانت واقف على الباب؟ والله كهرم انا فندم ما فتحت الباب ده النهارده خالص. طيب انا هعرف كل حاجه. لقيتها لقيتها ما لحقتش فيها. بتهربي يا زينب؟ هي العيشه معاك بالعافيه. طلقني. الطلاق هيريحك؟ ايوه هيريحني. عشان كده مش هطلقك. انت عذاب. ايه؟ انا من زمان كنت اقدر اطلقك لكن سبتك هنا عشان تتعذبي. عارفه ليه عايز اعذبك؟ عشان بكرهك. لأني كنت دايما بحس إنك رفضاني. عينيكي دايما كانت بتقول كده رغم إنك ما بتفتحيش بوقك. تفتكر أي واحدة في مكاني كان ممكن تحبك؟ أنا فعلا بكره. أنا عمري ما حنسى إنك قتلت الإنسان اللي كان كاتب كتابه عليا عشان تتجوزني. عمري ما حنسى إنك هددت أبويا بالسجن لو اعترض على جوازنا. أنت إنسان كريم. وأنا فعلاً بكرهك. وأنا هدفعك ثمن الكراهية دي. مبروك! هوني! خدوها! وأيدوا رجليها بالحديد. ومفيش مخلوق يديها بق ميه مهما عطشت. امرك يا مولاي. قدامي طيب يا زينب ما كنتش اخليك تركعي وتبوس الرجلين. باشا انا زكريا. سرحان فيها يا شيخ عمرو؟ في الدنيا. كده اسرح بكيفك. وانت رايح على فين؟ معزوم عند العروسه. ايوه ابوها عازمني في بستان الامير اللي بيشتغل عنده. يا بختك يا عم. الماء والخضرة والوجه الحسن. كده سلام عليكم. سلام. ايه ده؟ في ايه؟ مش عارف. ايه؟ المماليك 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 بيهاجموا الدكاكين اللي حوالين الأقصر. ايه؟ الحل حصل. ايه يا انت سعيد؟ روح شوف مشوارك. مشوار ايه وبتاع ايه؟ ما خلصت خلاص. جلاله رجاله هنفضل واقفين كده؟ يلا معايا يلا ندافع عن المظلومين. يا سعيد يا سعيد يلا قدام يا عم. ايه عم؟ ايوه يلا يا عم. يلا يا اخوي. يلا ايه وانا مالي يا عم؟ مالك ايه؟ مالك مالك؟ يلا يا رجال يلا. الكل اتحرك ما عدا انت يا عم. كان المفروض تتحرك انت كمان. لكن انت مالك؟ مش جايز واحد من المماليك يضربك بسيف والله يطعنك بحربه. بس برضه كان اصول اطلع معاهم حتى ولو منظر. لكن اطلع ليه؟ هو انا هفضل طول عمري اتحرك من غير اراده؟ لا مش ده عمر العدو اللي يعرف الاصول. عيب عيب كده. يلا اطلع مع زمايلك جواب. يلا يا عمر. Thank you.
امسكوا المماليك دول كلهم، ما تخلوش حد يهرب. يا رجالة يا رجالة، سلموا المماليك لأتباع المحتسب. مرسي، يرمى كل هؤلاء المماليك في سجن المكشرة. أمرك مولاي. اعلموا يا أبناء مصر أنني لن أسمح لمملوك مهما كان أنه يظلم أي مصري طول ما دوالي على الحسبة. الله أكبر الله أكبر. وأنت يا سعيد يا ابني، أنا مش عارف أشكرك إزاي على مساعدتك لينا، ابقى مر عليا. إن شاء الله يا مولاي. يا زلمة لموا عزلكم، يا زلمة لموا عزلكم، إزاني بركات أهجلكم، إزاني بركات أهجلكم، يا زلمة لموا عزلكم، يا زلمة لموا عزلكم، بركات أهجلكم، إزاني بركات أهجلكم. سعيد هو المظاهر، معروف بالاسم للمحتسب، الكل بيثق فيه. لكن انت تبقى ايه عمري عدو ولا حاجه، نكره بعوضه اي واحد يقدر يفحصها. يا الف خيب عليك يا عمري عدو، يا الف خيب. مولاي. ايه يا مرسي؟ بقول يعني مفيش داعي لسجن المماليك اللي احنا قبضنا عليهم دول، احنا مش قد الامراء. غبي. بتقول ايه مولاي؟ عمر ايه يا بني ادم والسجن ايه؟ المماليك دول انا اللي حاططهم في وسط الناس علشان اقبض عليهم واحسس الناس ان انا اللي بوفر لهم الامان. مولاي انت اللي اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال. بالهنا يا عمي. الله يهنيك يا ولدي. بالهنا والشفا يا ابا. الله يهنيك يا بنتي. على فين؟ البلد ده احسن من غيرها. جايه. اسمعوا يا اولاد، انا هغمض عيني شويه، اصل انا احب انام بعد الغدا على طول. ايوه براحتك يا عم براحتك. سعيد قاعد كده يا سعيد. عيب ايه يا بيت؟ ده اللي جاري فتحتي. بحبك قوي قوي يا سماح. بنت يا سماح، بنت يا سماح، ما تدخلي تساعديني في شغل البيت. حاضر يا خالتي. يلا يا اختي. صحيح اني صرفت من الفلوس اللي خدتها من زكريا واشتريت توب وعمه ومركوب، لكن صعب صعب صعب. ها عندك اخبار يا عمرو؟ عندي بخصوص الخناقه مع المماليك. طب قول انا سامعك. عمرو مالك يا عمرو؟ مفيش، وخليك انت في حالك. ايه الحكايه يا ابني؟ في ايه؟ حاسب المكان كله وامشي عشان خاطرك. عمرو يا رب ارحمني برحمتك يا رب. ادخل انت ساكت. افتكرت يا علي. افتكرت اكتب
مش قادر. ملي مرسي وهو هيكتب لك. لا 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 ما 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 فيش داعي. انا معايا ورقة فيها كل اللي انتوا عايزينه. وايه اللي يثبت ان الكلام اللي مكتوب ده مظبوط؟ والله العظيم مظبوط. هنشوف يا علي. احكي لي عن حياتك يا وسيلة. وانا ايه تكون حياتي عشان تهم راجل عظيم زيك؟ احكي لي عن حياتك انت يا مولاي. نحاولك ايه ولا ايه؟ حياتي كتاب مقفول، مفيش مخلوق اطلع عليه. كبير البصاصين دايما مكتوب عليه انه يعيش حياته في السر، ما يقدرش يبوح بأي شيء عنها حتى الأقرب الناس إليه. ولا حتى لجاريتك وسيلة؟ أنا من يوم ما اتولدت لقيت نفسي بصاص. كنت أحب أبقى دايما أنا الكبير، مفيش كبير وقف في سكتي، لحد ما بقيت كبير البصاصين. هي دي المكانة اللي حلمت بيها طول عمري. عمري ما حلمت ان انا اكون قاضي مثلا او محتسب او والي او حتى امير. كل الوظائف دي زايلة، اصحابها مصيرهم في يوم من الايام اتغيروا، الا كبير البصاصين. حتى السلاطين في مصر بيتغيروا، لكن أنا اللي موجود، أنا اللي فاضل سنين طويلة، الكل بيحتاج لي، بيخاف مني، بمشيهم زي ما أنا عايز، مفيش مخلوق قدر يهزني. إلا واحد بس، لكن أنا بدبر له اللي هيخليه ينسى اسمه. مين هو ده يا مولاي؟ وبتدبر له إيه؟ لا لا فيش حد. ما يظهر نسيت نفسي. مولاي فين الموضوع ده؟ امرك يا مولاي. خلاص بقى يا مرسي، ما دام علي بيؤكد انه مخبي الفلوس في الاماكن دي، الليله دي عايزها تكون عندي. الليله دي هتكون عندك مولاي، وترجعه مطرحه تاني. تاني خده. ليه مفيش حاجة بالسهل يا أخ علي. ليه؟ وسيلة. عيون وسيلة. أنا ليا عندك طلب. طلباتك أوامر يا مولاي. عايزك تغني لي أغنية مليانة شجن. شجن؟ شجن إيه يا مولاي؟ انسى الهم ينساك. في كبير بصاصين يقدر ينسى همومه لما يكون عنده جارية زي وسيلة. بتهيألك المية تكدب الغطاس. ايه ده؟ طبل طبل لي. طبل لي طبل على الوحدة، وانسى الزمن النواحدة. طبل لي طبل على الوحدة، وانسى الزمن النواحدة. ادي الحياة وادي الجنة، علشانك انت معروف واحدة. طبلي طبلي يا خلي يا حلي، طبلي طبلي يا خلي يا حلي، وانا هزلك نخيلي.
شوقك على شوقها تبقى حبيبنا ومع شوقها وتعيش تمزز وتحلي مرسي. بقول ان علي ابن ابي الجد ضحك علينا. ما لقيتوش اي حاجه ولا درهم مولاي. طول الليل بندور لغايه الشمس ما طلعت ما لقيناش اي حاجه. معقول؟ مش مصدقني. تعالى دور مولاي. اذا كان كده يبقى اللي ضحك علينا مش علي ابن ابو الجد. امال مين؟ بعدين حتعرف. مولاي. عايز ايه؟ في ضيف ما يخطرش على بالك جاي يزورك. مين؟ الزيني بركات. جه في وقته. أنا كنت متأكد إنه هيجي. لازم أطلع بنفسي استقبله. أهلاً 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 مولانا المحتسب. أهلاً أهلاً. قصر نور. تفضل يا مولاي. تفضل. وكنت أعرف إنك هتشرفني بالزيارة. كنت فرشت الأرض ورد ونحرت الدبايح. فين فلوس علي ابن ابو الجود يا زكريا؟ فلوس؟ فلوس ايه يا مولاي؟ انا ما عنديش فكره عن الموضوع ده. هتلف وتدور يا زكريا. صدقني يا مولاي انا عمري ما تدخلت في اي شيء يخص علي ابن ابو الجود. متاكد؟ كل التاكد. طب ايه رايك في الكشف ده اللي قال علي انك اديته له علشان تبين له انك عارف حجم امواله والاماكن اللي مخبيها فيه؟ والله إيه؟ علي ابن ابو الجود يقول اللي يعجبه. كلام جميل. على كل حال يا زكريا خد الكشف وانا منتظر منك المبلغ اللي مكتوب فيه بعد يوم او يومين. ايه؟ رشوه يعني؟ لا صدقه. وانا ما عنديش فايض اتصدق بيه. زي ما تحب. بالمناسبه ليك عندي هديه بسيطه. ايه دي؟ نسخه من مفاتيحك كلها يمكن تحتاجها.